أعتقد أن مبادرة روجرز ليست كلها سيئة، بها أشياء جيدة مفيدة جدا لدولة إسرائيل. إنك تتصارعين بالموافقة، لابد من فرض إرادتنا على المصريين أولا. لا تنسى الجنرال، خسائرنا الكثيرة من الطيران الإسرائيلي. مصريين زرعوا لك الأرض غرب قناة السويس بالصواريخ، أصبحت غابة جنرال. نحن دمرنا أكثر من 60% من منشآت صواريخ. قواعد صواريخ مصرية أصبحت زي عيش الغراب، كلما دمرت واحدة ظهرت واحدة أخرى. ليس بهذه الدرجة.